السلام عليكم. مشاعر مختلطة أحسس بها من خلال زيارتي إلى جناح قطر الخيرية في درب الساعي، فمررت بالقصص اللي أثرت فيني وايد، يعني قصة عمر يتيم الأبوين، قصة سارة مريضة السرطان، وقصة سعد أحد الغارمين. ولكن بفضل الله ثم بفضل المحسنين المتبرعين لقطر الخيرية، عمر قدر أن يعود إلى مقاعد الدراسة ويتعلم، أيضا سارة قدرت أن تكمل علاجها بالطريقة الصحيحة والعلاج الكيماوي الصحيح لها، وأيضا الأخ سعد قدر أن يمارس حياته الطبيعية، وأيضا يعني رجع إلى هذه الحياة بعدما كان مسجونا. فلذلك أتمنى من الجميع زيارة جناح قطر الخيرية في درب الساعي، وأقول لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر. نادين البيطار.